إشتية. بس مرحبا. Yeah. صدقي؟ Yeah. مرة سهلة هذه. Yeah, exactly. Yeah. So عندك شركة لوجستية وتودي سفن عبر البحار والمحيطات وتبي تعرف وين السفينة هذه في أي وقت. من وين حتجيب الانفورميشن؟ أقمار صناعية. نايس. Nice. حتروح عند شركة تستخدم الأقمار الصناعية اللي قلنا Earth Observation وتقول لهم أعطوني أبى أشتري منكم ال what's data؟ معلومات. معلومات عن وش أبي أشوف وش يقطع هذا البحر، وهذا يجيب لهم فلوس. ترى شركات الأقمار الصناعية أغلب فلوسهم حتيجي من إيش؟ من إني أنا أبيع معلومات. يا سلام. فهذا يعطيكم kind of نبذة. طب شلون الساتلايتات هذه حتطلع الفضاء؟ أنتوا قولوا لي. صاروخ. صواريخ. صواريخ. فلذلك الصواريخ مهمة جدا لهذه الأشياء. طبعا في صواريخ أيضا اللي هي sounding rockets، هذولا نستخدمها لاستكشاف الجو أيضا. يعني تروح تقريبا 60,000 قدم أو شوي أكثر، اللي هي the edge. وشو edge؟ حافة. حافة التروبوسفير. مدري. الغلاف واحدة من الغلافات. أي الغلاف قبل الفضاء، قبل الأخير. Yeah. So troposphere اللي هو وين التكوين الجو يصير أصلا، ويصير يعطينا نبذة عن هل حيصير مطر وش حيصير قبل ما نقلع صاروخ يروح للفضاء مثلا. اوكي. طبعا تقدر ايضا تستخدم like other like hydrogen balloons as well. تمام. بس يعني anyways كله يستفيد. روعة. روعة. جميل جميل. Yeah. جدا. انا شرابي محرجني، ما توقعت حيطلع في ال والله حلو عاجبني. لا ما يحبوا زي كذا هنا، ما ادري. It's stylish. تمام. اي بسن 26 سنة فتحتي شركة، وطبعا متخصصة ب صناعة الصواريخ بالولايات المتحدة الأمريكية. ده شيء فظيع يا مشاعل، رهيب. صح، كثير قالوا لي أنت مجنونة. شكرا. so قالوا لي أنت ما انهبلتي مجنونة، وش يفهمك لسه صغيرة. طبعاً قبلها أنا كنت أشتغل في شركة كبيرة جداً في أمريكا، واشتغلت على 22 صاروخ. ليه ما نقولها؟ ممكن. طيب. لا لا، ناسا سويت في الماجستير معاهم. أوكي. صاروخ نووي لإرسال الإنسان إلى. أيوة ناسا كان بس ماجستير يعني ما شيء عادي. أنت وهو. لا ليس استهواناً. وأنت عملته في مصنع الإسمنت حق خالك. ليس استهواناً. ليس استهواناً بناسا؟ يا ليس استهواناً بناسا، بالعكس كان شيء ممتاز. ولكن اللي أنا قاعدة يعني ألمح لها هي شركة أخرى كبيرة عالمية، اشتغلت عندهم وسويت 22، اشتغلت على 22 صاروخ. وبعدها سبتهم وبدأت شركة لتصنيع الصواريخ، لأنه طبعاً صار في دراسات كثيرة سويتها قبل ما خلاص أقول you know what لازم صواريخ وقضينا. درست السوق وقتها، السوق لاحظنا انه في جزء من الاقمار الصناعيه تسمى الاقمار الصناعيه الصغيره. أوكي. وش يعني؟ يعني اقمار صناعيه وزنها يكون 500 كيلوغرام او اقل. طبعا زي ما تعرفون جوالاتكم صغرش لانها التكنولوجي صغرت جدا جدا، صح ولا لا؟ فايام زمان كان الجوال قد كذا الواحد يمسكه بيدين. يس. والحين قد كذا احسن من الكمبيوتر بعد. اوكي. سو نفس التكنولوجي هي حتتصغر ايضا في الاقمار الصناعيه، وهذول الاقمار الصناعيه الصغيره ما عندهم صاروخ ديديكيتد متخصص في اطلاق الاقمار الصناعيه الصغيره. فايش يصير؟ نفترض انتم عندكم قمر صناعي صغير تبون تطلعون الفضاء، good luck تلاقون شركة صواريخ راح تعطيكم يعني what priority أولوية لأنه ما حد، لأنه أغلب الصواريخ الموجودة تكون تحمل حمولة كبيرة جدا، فلذلك الأقمار الصناعية الصغيرة تكون ثانوية وليس أولوية. فأنت لقيتي فجوة في السوق بالضبط من خلال إنه الصواريخ الصغيرة أو الصواريخ اللي هي مناسبة للحمولة الصغيرة زي مثلا الأقمار الصغيرة أو لا، هي مو صواريخ صغيرة، الصواريخ هي كبيرة ولكن تحمل تقريبا يعني إن ماي صاروخ كان يحمل 1200 باوند. رهيب إنك أنت ده تخصصك قررت إنك تفتحي له شركة
ولقيتي فجوة في السوق، وهذا شيء جدا رائع. أعتقد رحلتك هذه حتطلع.